السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم على قناتي مطبخ فاطمة. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله فانا كنقترح عليكم طريقة تحضير مقلنطات بالبطاطس، اقتصاديين جدا، رائعين في المذاق، كذلك ما كيكرفصوش في الخدمة، وان بلوس فهما كيجيو مقرمشين، المذاق ديالهم جد رائع. غادي ندوزو ان شاء الله وغنشوفو المكونات والطريقة ديال التحضير. كنحتاجو هنايا البصلة متوسطة اللي كنشلضوها مربعات، غادي نحتاجو 5 ديال الحبات متوسطين ديال البطاطس، كنقيوها وكنقطعوها مربعات وكنسلقوها في شوية ديال الماء والملح باش ما كتجيناش مسوسة. غادي نحتاجو هنايا 2 العلب ديال الطون ديال الزيت، زيتون اخضر داك اللي كيكون حيد العظم مقطع، غنحتاجو القشره ديال الحامض اللي كنكونو مقطعينها بشكل رفيع بحال هكذا، غنحتاجو 4 حتى 5 ديال الحبات نتاع الفرماج المثلث. يمكن لكم هنايا سوا تعوضوه بالجبن يعني جبلي مثلا او لا بالفرماج الاحمر، كيبقى هذا اختياري. غنحتاجو معلقه كبيره تقريبا ديال الزعتر، شويه ديال الكمون، شويه ديال الفلفل الاسود او البزار، شويه ديال السكينجبير، كذلك غنحتاجو يعني زيت العود، وغنحتاجو هنايا الزبده باش ندهنو بها الورقه ديال البسطيله، وبيان سور فاحنا غادي نحتاجو هنايا الورقه ديال البسطيله تقريبا من نص كيلو حتى الكيلو الا ربع. اذا هنايا كاول مرحله فكناخذو البصله كنديروها في القلات بهذا الشكل، كنزيدو عليها شويه ديال زيت العود يعني تقريبا 2 المعالق كبار، وكندير معها شويه فقط ديال الملح. سمحوا لي انا ما تكثرش في المكونات، يعني بالنسبه للملح ما تكثروش لانه ديجا عندنا الزيتون، عندنا الحامض، عندنا الطون، هادو كاملين مالحين، وكذلك الفرماج. دونك غادي ندوزو غادي نديروها على نار اللي تكون متوسطه، وغنخليوها حتى تحمر مزيان يولي اللون ديالها ذهبي، وغادي نتلاقاو باش نشوفو تتمه الوصف. اذا هنايا بيد ما تقلى البصله فانا غندوزو غادي نضيف المكونات اللي عندي هنايا على البطاطس المسلوقه. دونك كنبداو كنزيدو الطون، هنايا الطون حاولوا تصفوه من الزيت، يعني انا درت 2 علب باش يجيني المذاق باين. يمكن لكم ديروا علبه واحده ما غاتجيكمش صراحه بينا مزيان مع هاد الكميه هذه ديال البطاطس. هنايا بالنسبه للقشور ديال الحامض هما فكيبقاو اختياريين، يعني اللي ما كيعجبوش يقدر ما يزيدهمش، انا كيعجبوني بزاف هاد الحشوه هذه حيت كيعطيو واحد يعني المذاق خاص. غنزيدو الزيتون، حتى الزيتون كيبقى اختياري، يعني بالنسبه للحشوه يمكن لكم تضيفوا فيها بطريقه اختياريه، ولكن كنقترح عليكم هاد المكونات هادو لان لا كومبينيزون ديالهم كتعطي مذاق زوين بزاف. وغادي نزيدو هنايا الجبن اولا الفرماج المثلث، ثم كنضيفو هنايا الزعتر اللي كناخذوه كنحكوه مزيان ما بين يدينا بهذه الطريقه هذه. هنايا غنضيف تقريبا نص معلقه ديال الكمون، يعني نص معلقه يكون عامر مزيان ديال الفلفل الاسود، وشويه ديال السكينجبير يعني نص معلقه عادي. وبالنسبه للملح فانا غنزيد غير شويه لانه كيقول لكم عندي الزيتون وكذلك القشور ديال الحامض فهما مالحين، يعني غنزيد هذه الكميه هذه. ديك الساعه من بعد ما نخلطو فغنشوفو الا كان باقي خاصنا الملح نزيدوه. اذا غندوزو غنخلط هذه المكونات هذه كامله، اذا هنايا فمن بعد ما خلطت البطاطس مع جميع المكونات ومن بعد ما تقلات لي البصله غادي نضيفها على الخليط ديال البطاطا ديال المكونات اللي درنا قبل. في حاله يعني ما كنتوش كتفضلوا البصله ولا ما كتعجبكمش يمكن لكم تستغناو عليها، ولكن كتعطي مذاق زوين ولا ممكن تقللوا منها. غادي نحرك حتى تنسجم لي البصله مع جميع هاد المكونات. اذا هنايا فمن بعد ما كنوجدوا الحشوه ديالنا كيولي الشكل ديالها بحال هكذا، سجمنا جميع المكونات. كندوزو هنايا وغنوريكم الطريقه اللي غادي نقطعوا بها الورقه ديال البسطيله. دونك هنا بالنسبه للورقه كناخذ يعني واحد الكميه ما تكونش كثيره بزاف باش تسعفنا في التقطاع، كنقص يعني كنطويوها على 2 بحال هكذا، وكناخذوا سكين وكنقسموا الورقه ديالنا بهذا الشكل هذا على 2. فوالا بحال هكا، نستعملو غير بسكين أو لا مقص،
ثم من بعد كناخذوا كل نصف حتى هو كنقسموا عاوتاني بحال هكذا على جوج، يعني الورقه كنقسموها على اربعه. دونك فوالا هي واحد الورقه تقطعت لي، دونك كنحصلوا على اجزاء بحال هكا وكنستمروا بنفس الطريقه يعني مع النصف المتبقي اللي بقى لنا. اذا هنايا فمن بعد ما قطعنا الورقه ديالنا على الرف حنا كنديروها في البلاستيكه باش نتفاداو انها يعني تيبس لينا، كناخذوا هنايا شويه ديال الزبده كندوبوها وكنبداو يعني على بركه الله نشكلوا في القرينطات ديالنا. دونك كنحاولوا ناخذ واحد الجزء الورق ديال الورقه بحال هكذا، كناخذوا شويه ديال الزبده وكنحاولوا ندهنوا، يعني الزبده فهي كتساعد على ان القرينطات يجيو مقرمشين بهذا الشكل هذا. وكناخذوا يعني واحد الكميه، كناخذوا كميه من البطاطس يعني نحاولوا ما نكثروش ولا ما نكبروش بزاف الاصابع باش ما ترتقلناش القرينطات. صافي وكنشكلهم بحال هكا بهذه الطريقه هذه. دونك كنلوهم كنجمعوا هذا الجناب صافي بحال هكذا. كنجيبوا هنا شويه ديال الطحين وكنسدوا القرينطات ديالنا بهذا الشكل هذا يعني بحال هكا، كنحاولوا نضغطوهم باش ما يتحللناش. صافي كنجيبوهم كنوضعوهم في لاطه بهذا الشكل هذا. غنستمروا بنفس الطريقه، كنحاول نوريكم حبه اخرى. كناخذوا جزء من الحشوه ثم كنديروها بهذا الشكل هذا. صافي وكنسدو عليها بهذا الشكل هذا وكنلويوها بحال هكا بحال هكذا. وكنجيو هنا وكنجيبو شويه ديال الطحين مع الماء وكنسدو بهم. فوالا، اذا انا غنستمر بنفس الطريقه وغادي نتلاقاو ان شاء الله من بعد ما نسالي الحشوه وكذلك الورقه، غادي نتلاقاو باش نوريكم طريقه الاحتفاظ بهاد القنيطات هادو في المجمد. اذا من بعد ما ساليت الاشكال ديال القنيطات ديالي فكي كتلاحظوا كيكون هذا هو الشكل النهائي ديالهم، كيعطيونا كميه كثيره تبارك الله. انتما كتلاحظوا يعني ما كملاش كيلو ديال البطاطس كيعطينا هذه الكميه هذه. كي شفتوا المكونات فهي جد بسيطه. اذا بالنسبه للطريقه ديال الاحتفاظ بهاد القنيطات هادو، دابا هنايا كناخذ مثلا هذا البلاطو هذا كنحط هذه الحبات شويه مفرقين يعني كنخلي شويه ديال السباس بيناتهم، كنقص يعني هذه الحبات اللي عندي هنايا في هذا البلاطو هذا وكنديرهم في المجمد هكاك بلغطه حتى كيتماسكوا لي مزيان. علاش كندير هذه الطريقه هذه وما كنديرهمش ملاصقين في لابواط ديريكتومون؟ حيت اش كيوقعوا كتصد هذه كتلصق في هذه، يعني كيكونوا هما باقيين طريين وكيتلصقوا في الكونجيلاتور. ديكو فاش كتبغيو تجبدوهم ديريكتومون وتقليوهم كي شي كينتفشي يعني كتقدر القنيطات يتفرسوا. دونك انا كنحطهم كي قلت لكم بحال هكذا، كنوزعهم في بلاطو يكون تكون شويه المساحه بيناتهم من بعدا وكنديرهم حتى يتماسكوا. عاد كناخذ ديك الساعه اون بواط وكنبدا نستفهم فيها بالشكل اللي بغيت، يعني ديك الساعه فاش كيكونوا متماسكين كيف ما حطيتهم في لابواط يعني ما غاديش يكون مشكل، ما غادي يتلاصقوا لكم ما حتى شي حاجه حيت لافورم ديالهم ديجا شدوها في الكونجيلاتور. صافي. وبالنسبه للطهو ديالهم يعني انا شخصيا جامي كنيفيتي دائما انني نوجد القرينطات وسيغ بلاص نقليهم. علاش؟ حيت كيشربوا بزاف ديال الزيت. دونك الطريقه اللي كندير بالنسبه هاد القرينطات بالبطاطس انهم فاش كنبغيهم كنجبدهم ديريكتومون من الكونجيلاتور وكنقليهم يعني في حمام زيت اللي تكون الزيت تكون سخونه بزاف. كذلك هذا عامل مهم كيخلي ان القرينطات ديالنا ما كيشربوش الزيت، يعني قبل ما نقليهم خص الزيت ديالنا يسخن مزيان مزيان. وكنبداو القلي ديالهم الكميه اللي بغيناها وكنديرهم في شي بابي اللي يشرب داك الزيت وكناكلهم بالصحه والراحه، فهم كيجيو مقرمشين المذاق ديالهم جد جد رائع.
اذا كانت هذه هي الوصفه ديال اليوم، نتمنى انها تكون نالت الاعجاب ديالكم وانكم تجربوها. خليوا لي التعاليق ديالكم والاستفسارات ديالكم اسفل الفيديو، وكالعاده الى عجبتكم الوصفه ديال اليوم فما تنساوش انكم تخليوا لي لايك وتبارطاجيوها مع الاصدقاء ديالكم، وكذلك اذا كانت اول مره هذه كتزوروا فيها القناه ديالي فما تنساوش انكم تضغطوا على زر الاشتراك وكذلك زر الجرس باش توصلوا بفيديوهاتي القادمه ان شاء الله. الى اللقاء في وصفه جديده بحول الله. باي باي.